قناة موسوعة علوم كامبريدج ترحب بالطلاب وتدعو الجميع للاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. لا تنسى اللايك والتعليق بما تريده في الفيديوهات التالية، على أساس اللي احنا نوفرك مادة تعليمية مناسبة ليك. بكم نرتقي، ويلا بينا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحل مسألة 20 في أسئلة قانون كيرتشوف الثاني. طبعا لازم تبقى حافظ قانون كيرتشوف الثاني، إن مجموع القوى الدافعة الكهربائية عبر مسار مغلق يساوي مجموع فروق الجهد عبر المقاومات في نفس المسار. يعني مجموع الإبسلون يساوي مجموع او سيجما فروق الجهد. وعاوز هنا فرق الجهد بين طرفي المقاومة 4 اللي هي الفي ار. فنحل مجموع فروق الجهد اللي هيمشي في هذا المسار، نحدد المسار والتيار ماشي معانا. فروق الجهد هنا القطب النهائي هو قطب موجب، يبقى هنا موجب 10، لا يوجد قوة اخرى. هنا سالب 1 الاي في العشرين بالموجب، لان معانا في نفس الاتجاه، يبقى 0 موجب 1 في 20 زائد فرق الجهد الفي ار اللي هو محتاجه. لو ضربنا الكلام ده بيطلع 2، نضربها في الطرف الثاني هنا تبقى 8، يبقى هنا 10، هنا 2 زائد الفي ار، يبقى الفي ار بيساوي 8 فولت. دي المطلوب الاول. المطلوب الثاني، ومن ثم جد ار، الفي ار بتساوي الاي في الار، الفي ار ب 8 والاي 8 من 10 ار، يبقى الار بيساوي 8 على 1 من 10، يبقى بيساوي 8 اوم. ده بالنسبة لهذه المسألة. يبقى نطبق كيرتشوف. القوة الدافعة 10، الجهد 1 من 10 في 20 زائد الفي ار، نجيب الفي ار تطلع 8، الفي ار اي في ار، نجيب الار تطلع 8 اوم. المسألة 21 بتعتمد على الذكاء المبدئي العملي في كيرتشوف. ركز معايا، يمكن استخدام القانون الثاني لكيرتشوف للحصول على شيء طيار. وعاوز شيء طيار اي ده في الدائرة المبينة قدامنا دي 3 19، يمكن ان يؤدي اختيار مسار مغلق الى تبسيط المسألة. يعني هو نفسه وضع المسألة بيقول لك ركز، انا كل ذكاء هنا على اختيار مسار مغلق لتبسيط المسألة. حدد المسار، شوف قال لك هو عاوز المسار كمان، يعني بيجبرني على طريقة حل معينة، ثم نحسب شدة الايه التيار، لان هي مسألة معقدة فيها اكتر من مسار. يعني انا عاوز اساعدك في المسارات بس. لو قلنا A B C D E F G H بتجد مسارات كثيرة في هذا الشكل. يعني ممكن تعمل مسار ده اللي فوق A B G H A، وتعمل مسار ده B C F G B، وتعمل مسار ده C D E F C، وتعمل مسار A B C F G H، وتعمل مسار A B C D G E F G H، وكنت تنزل تعمل تحت المسار. يعني مسارات كثيرة. فعشان نختار مسار أكبر نختاره إزاي؟ نختار مسار ما فيش فيه مقاومات. يعني لو جينا كده المسار اللي فوق ده فيه مقاومة وبطارية، المسار ده مقاومة وبطارية، هنا برضك مقاومة وبطارية، يبقى المسار ده لازم ناخده معانا سهل، واحنا عاوزين التيار يبقى ناخد المسار ده. شوفوا A C F H A، A C F H A، بتجد المسار ده مفيش فيه إلا بطارية ومقاومة واحدة. لو جيت تمشي كده مع البطاريات، تمشي في هذا الاتجاه مع البطاريات كده، هتلاقيها 5 زائد 5. هتمشي هنا هتلاقي اي في 10،
10 اه، خلاص مفيش حاجة غير كده. يبقى 10 بيساوي 10 اه، يبقى الاي بتساوي 10 على 10 يبقى بتساوي 1 امبير. خلي بالنا لو اخترنا اي مسار يبقى ده المسار اللي هو عاوزه. لو اخترت اي مسار تاني هتبقى معقد، هتلاقي الاي بتوزعها هنا وتوزع هنا، والاي اللي طالعه هنا بتوزع هنا وتتوزع هنا، وتدخل في موال كبير اثناء الحل. لذلك في حل مسائل كرشوف التاني والبلوكات دي تركز، الله يبارك فيك، عندك عده مسارات، تناول بذكاء بسرعه كده مع كل مسار، اختار المسار الاقل عدد مجاهيل. المسار الاقل عدد مجاهيل ده بيساعدك على حل المسائل دي بسهوله ويسر. دي مسألة اللي هي 21. مسألة 22 تخلي بالك هنا في تفرع عامله اهو، هنسميه A وB. لذلك التيار العلوي هنا نص أمبير، التيار السفلي 2 من 10 أمبير، ونطبق كيرتشوف على كل المسار، بس نخلي بالك من التيار، يعني هنا التيار ده هو نفسه اللي ماشي هنا. يعني 2 من 10، يعني هنقول مجموع الإبسلون يساوي مجموع الفي. الابسلون لو انت مشيت في هذا الاتجاه هتلاقي هنا 30 موجب و10 بالسالب، لان دي اخرها قطب موجب، يبقى بناخد 30 اخرها قطب سالب يبقى 20. يعني الابسلون خلاص وقفت على كام؟ 30 ناقص 10. نيجي للفي، لو بدأنا من الايه واحنا ماشيين، هنا الاي بكام؟ 2 من 10 في 20، يعني 20 ضرب 2 من 10. برضك هو الاتنين من عشرة بتمر في العشرة، يبقى زائد 10 في 2 من 10. هنطلع هنا طالما في تفرع تيار جديد، يطلع تيار جديد اللي هو 10 في نص، نفس الاتجاه نفس الاتجاه 10 في نص. هتلاقي النص في الار، نص في الار او الار في نص. خلص دول كده يطلعوا كده معانا كام؟ 20. نعملها هنا يساوي 2 من 10 في 20، العلامة دي بتشيل 2 يبقى 4، هنا العلامة تشيل 10 دي يبقى 2، 5 زائد نص 5 و2 7 و4 9، 5 و2 7 و4 11، 11 من 20 يبقى 9، يبقى 9 بيساوي نص أمبير. يعني الآر بتساوي 9 على نص، 9 على نص يبقى 18 أمبير. بس كده يبقى احنا كده حصرنا على ايه؟ على قيمة هذه الايه؟ على قيمة الار. طيب السؤال 23 هنطبق كيرتشوف الدايرة عشان نجيب ايه واحد، قراءة الأمتر ايه واحد وايه اتنين وايه تلاتة. ده ايه واحد، يعني هنا التيار هنسميه اي واحد، هنا اتنين ايه تلاتة، نسمي التيار طالع كده برضك من ديت ايه تلاتة. طالما 3 يتسمي اي 3، وده طالع داخل كده، يبقى ده طالع وده داخل، ده 10 ودي مثلا ايه 5. تفرض ده اي اتجاه مش قضية معانا، افرض في هذا الاتجاه لو طلع السالب يبقى اتجاهه معاكس. يبقى تحديد التيارات مفيش فيه اي مشكلة، اللي يطلع سالب يبقى اتجاهه ايه معاكس. هنطبق نشوف الفرع العلوي، هنطبقه في الفرع الايه؟ العلوي كيرتشوف. تعال نطبقه في الفرع العلوي ده اهو، الحركة بتاعته اهي، يبقى 10 موجب اللي هو سميشن ابسلون بيساوي سميشن الفي، يبقى هنا 10. لو جينا نقول اي 1 في 20 بس خلصت، 20 في اي 1، يعني الاي 1 بيساوي 10 على 20 يبقى نص أمبير. يبقى قراءة أي واحد ده إيه؟ تميل كده، إذا قراءة إيه واحد يساوي نص أمبير. ده المسار السفلي، المسار السفلي نمشي كده هتلاقي دي 5
سمشن ايبسلون بيساوي سمشن في، يبقى دي ايه؟ 5. هنا التيار ماشي كده، هو المفروض يرجعه كده، على اساس انا اخترته ان هو ماشي في هذا الاتجاه، وانا ماشي معاه برضك اهو، اللي هو ايه؟ اي 3 في 20، يبقى الاي 3 يساوي 5 على 20. 5 على 20 يعني ربع، ربع اللي هي 25 من 100 امبير، يبقى دي قراءة ايه 3. هنطبق هنا ايه؟ كرتشوف الاول عند ايه؟ كرتشوف الاول عند ايه؟ ده داخل وده خارج، يعني اي 1 يساوي اي 2 زائد اي ايه 3. اي 1 ده بنص، اي 3 بربع، يبقى اي 2 بربع. خلاص كده، يبقى ده قراءة اي 2، اذا قراءة 2 يساوي ربع، وتمت المسألة. من المعروف والشكر الجزيل للطلاب الأوفياء، دول الطلاب اللي هما عندهم نوع من الاستمرارية، عندهم نوع من الصبر في التعلم، اللي هما راغبين في تعلم جيد، تعلم جيد، دول الطلاب دول اللي ما بينسوش معانا الاشتراك، ما بينسوش اللايك، المشاركة الفيديوهات حتى تتم المعرفة، اللي بيبدو دايما بآرائهم لنا على أساس إن احنا نلبي جميع رغباتهم.